السلام عليكم، على بركة الله. نبدأ مع أول سؤال، هذا قال لي سر نجاحك. يا أخويا أنا مانيش ناجح. ناجح كي تخرج داركم من الغرقة وتولي عندك فيلا بالبيسين وتقي ربي وربي سبحانه وراضي عليك وخمس وقاتك في الجامعة، فاهم كيف؟ الشهرة ماشي نجاح، تبهلل في تيك توك تولي مشهور خو، كي تولي مشهور ماشي معناتها نجحت خو. العط هو النجاح خو. خدمة أنا كان وين يكون بزنس نكون، وبوكو بليس كنت في الماتريال سيكوريتي، توني طرافاي لي كومبينيزون شوسير سيكوريتي، كان عندي شاوروم فيه لي توني طرافاي لي غون كومبينيزون لي ماغنوم لي درابو ناسيونال. هادي هي، كنا نجرو ندو لي مارشي شوية نخدمو سببنا. ودوكا انا حابس شوية. ربي يسلط عليكم واحد يصلي الفجر في وقته. هاد السطر درتو باسكو انا كي كنت صغير قتلونا بهاديك ربي يسلط عليكم واحد عاصي الوالدين. واحد يقول لك ربي يسلط عليكم واحد محابسي. تسمى الشباب كي يسمع هكذا، انا كي كنت جن تسمى الانسان المقود واللي يخافوه تسمى هو اللي عاصي الوالدين. او لا لا اخويا، هاد العقلية حبيت نبدلها. ربي يسلط عليكم واحد يصلي الفجر في وقته، باش الشباب هادو لو طالع يعرفوا بلي الانسان اللي مغلوق في راسو واللي لازم تيفيتيه هو اللي يصلي الفجر في وقته واللي يخاف ربي. باسكو هادو اللي عاصيين الوالدين وهادو كاع زواكا وهادو كاع يقرموا، فاهم كيف؟ ربي يسلط عليكم واحد يصلي الفجر في وقته. انا في لونتوراج اللي تربيت فيه عرفت وتعلمت باللي انسان اللي تقي ربي ويخاف ربي هو اللي ما يخاف حتى واحد. بيس. والله ربي يعلكم شكون كتب لي هادي. خويا وصاحبي امير فيروس، خويا العزيز الغالي، قدر الرجال لا يعرفه الا الرجال، وانت انسان راجل وكي تشوف تميز وكي تريح ما تريح ما انسان تميز، راك فاهم كيف؟ صافي بليزير، شهادة اعتز بها.